انسجاما مع الرؤية الحداثية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمملكة. عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تبني استراتيجية قائمة على تحديث البنية السجنية عبر استبدال السجون القديمة والمتلاشية بسجون عصرية تستجيب للمتطلبات الأمنية وتتوفر على فضاءات تمكن من تنزيل مختلف البرامج المخصصة لإعادة إدماج النزلاء. وافتتاح السجن المحلي الجديد 2 يندرج في هذا الإطار، حيث سيتم إغلاق المركب السجني العادير وتعويضه بهذه المؤسسة التي تصل طاقتها الاستيعابية ل 1888 سرير، بها سبعة أحياء، منها حي مخصص للسجناء الأحداث وآخر خاص بالساجنات النازلات، به جناح خاص بالأمهات المرفقات بأطفالهن. كما تم الحرص على أنسنة الفضاءات السجنية داخل هذه المؤسسة من خلال توفير مصحة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 24 سرير مجهزة بجميع التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على قاعة متعددة التخصصات وعلى مجموعة من المرافق الخاصة بالزيارات العائلية، بالإضافة إلى مركز بيداغوجي يضم مجموعة من الأقسام المخصصة للدراسة ولبرامج محو الأمية والتأطير الديني، بالإضافة إلى أوراش التكوين المهني والحرفي. كما تتوفر المؤسسة أيضا على مجموعة من الفضاءات سيتم استغلالها كوحدات إنتاجية حديثة لتشغيل النزلاء.